تنزل اخر قسطر بالدبابات على يد صورات حلوه شبيحه في مدينه فلتايا. وهذه اثار الحماس هذا النزاع مدينه حلفايا. اليوم الثالث قصف العشوائي على المنازل وعلى الاهالي. وهذه اثار الشظايا هنا نجلح أكثر من 10 أشخاص في هذا المنزل. وهذه دماء الأطفال هنا جرحت الأطفال وقتلت بقذائف الدبابات. هذه شديد. هذه طلقات وشظايا من قنابل المدافع. الحكاية 26/2